حكاية الليلة مع المجري حكاية مختلفة، لأنها مع ضيف مختلف، مع نموذج له حكايات وذكريات مثيرة. كان لاعباً موهوباً، الظروف والحروب حرمته من استكمال مسيرته كلاعب، لكنه رفض مغادرة الملعب واتجه وهو في سن صغيرة للتدريب. هو الكابتن عادل طعيمة، نجم الأهلي السابق ومدرب تخرج من تحت يديه عشرات النجوم في عدة أجيال. عادل طعيمة نموذج للأدب والأخلاق، نموذج كبير في حب النادي وحب الناس واحترامهم. هو حالة خاصة في عشق الكيان، فهو يذوب عشقا في الأهلي سواء كان بداخله أم خارجه. الأهلي هو اللي بيفرحه ودايما معاه. عادل طعيمة واحد من نجوم الزمن الجميل، له تجارب تدريبية كثيرة داخل مصر وخارجها وفي الأهلي وفي فرق مصرية كثيرة. قصته وحكايته تستحق أن تعرفوها وتأخذوا منها الدروس والعبر. عادل طعيمة حكاية لاعب ومدرب ومحلل فني كبير، هنشوفها مع المجري. خلونا نرحب بالكابتن عادل طعيمة. كابتن عادل، أهلا بك في بيتك، أهلا بك على شاشة الأهلي. يلا المجري حينطلق.